وترد تزاول صلاتك. السلام إذن تحية يستهدف الإسلام من عندها أن يجعل رابطة بين المسلم والمسلم. وين هاي الرابطة تتم؟ هاي رابطة الطريق. كان أكو عندنا رابطة بالبيت، رابطة بالمجتمع، رابطة يعني آداب للطريق. من آداب الطريق مثل ما قلت لك المسلم المفروض يأنس بالمسلم، يعني المفروض أن المسلم يحمل أخلاق، المفروض أن الدين يربي بينا الخلق. تربية الخلق شو تريد؟ تريد من عندنا أن نكون رقيقين، مو واحد يواجه واحد مثل ما أفرض يمر حيوانان دون أن يشعر أحدهما بالآخر. مفروض إنسان، والإنسان نعم لازم يحمل خلق، يحمل آداب.